كل التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة وبرنامجنا هنا مسبيرو الأربعاء 16 أكتوبر 2024. بنسعد بصحبة حضراتكم على مدى ساعة تقريبا منقسمة إلى جزئين. الجزء الثاني زميلتي العزيزة شيرين الشايب هيكون في ضيافتها الدكتور كرم ملاك عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، وحديث مطول عن جائزة المبدع الصغير. أما هذه الفقرة فهي فقرة إخبارية بامتياز، أصحب حضراتكم من خلالها وأسعد بذلك. نبدأها دائما بأهم ما لدينا من عناوين ومنشتات للأخبار. مدبولي يشدد على سرعة تنفيذ ما تم التوافق عليه بالقمة المصرية السعودية. الحكومة زيادة تحويلات المصريين بالخارج ساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي. وزير الخارجية الإيراني يزور مصر غدا. وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يصل العريش لمتابعة جهود دعم غزة. وزير خارجية إسبانيا: مصر تلعب دورا حيويا لوضع حد للصراع في الشرق الأوسط. وزير الاستثمار يقوم بزيارة للعاصمة البلجيكية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي. مصر والمملكة المتحدة تعززان شراكتهما الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي. والمسلة المعلقة للملك رمسيس الثاني تزين الوجهة الرئيسية للمتحف المصري. صندوق مكافحة الإدمان يعلن تصنيع أول دفعة ملابس جاهزة ضمن منتجات المتعافين. الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة. المالية: الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير نظم تمويل وإدارة مشروعات التنمية الحضرية. وزير الإسكان يصل إلى تنزانيا لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة جوجيوس نيريري. وزارة التموين تتعاقد على شراء 50,000 طن زيت والمخزون يكفي 7.5 أشهر. وصندوق رعاية المبتكرين يعلن عن فتح باب التقدم لجائزة بريكس للمبتكرين الشباب بروسيا. أخيرا وزيرة التضامن تقرر تشكيل لجنة تطوير الوحدات الاجتماعية بالجمهورية. طيب، عندنا مجموعة أخبار كده محتاجين نتوقف بالتفصيل الحقيقة، وباتصال هاتفي مع أحد كبار المعلقين لاستبيان وقراءة ما بين السطور. حضراتكم تابعين الزيارة المهمة اللي قام بيها سمو الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، ولقاء فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مندوب المملكة العربية السعودية الشقيقة بالجامعة العربية، بيقول إنه العلاقات المصرية السعودية بأعلى مستوياتها. ثمن مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر العلاقات المصرية السعودية عاليا، مؤكدا أن لها تاريخ طويل من التعاون وجذور ضاربة في عمق التاريخ. وبلغت هذه العلاقات أعلى مستوياتها في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، وأيضا أخي جلالة الملك سلمان وولي عهد الأمير محمد بن سلمان. حضراتكم عارفين حجم العلاقة وخصوصية العلاقة بين مصر والسعودية على المستوى الرسمي وأيضا على المستوى الشعبي، ودعا كسته الزيارة الأخيرة الحقيقة لسمو الأمير محمد بن سلمان. هنروح لواحد من الأخبار الثانية المهمة، ومصرح به وزير خارجية إسبانيا اللي قال أنه مصر بتلعب دور كبير وحيوي لوضع حد للصراع في الشرق الأوسط. خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا قال أنه مصر وإسبانيا لديهما رؤية مشتركة من أجل السلام في المنطقة ووقف التصعيد والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووصولها إلى المدنيين في القطاع الذي يشهد معاناة غير مسبوقة، مشيدا بالدور المصري الكبير من أجل الوصول إلى حلول سياسية لوضع حد للصراع في المنطقة. طيب، مهم جدا نتوجه على طول إلى أستاذنا الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بهذا الاتصال الهاتفي. مساء الخير دكتور حسن. أتوقف مع حضرتك في الملفين الأبرز، يعني ملف العلاقات المصرية السعودية وما صرح به مندوب المملكة الدائم في جامعة الدول العربية أن هذه العلاقات في أعلى مستوياتها، ثم نتحدث عن وزير خارجية إسبانيا ورؤيته للدور المصري. تفضل. يعني الحقيقة يا أستاذ شريف لابد أن احنا نشيد بيعني كفاءة وفعالية الدبلوماسية المصرية خصوصا الدبلوماسية الرئاسية. أنت كما تلاحظ هناك يعني سياسة خارجية ناشطة في عهد الرئيس السيسي والاشتباك مع كافة القضايا ومع كافة الأطراف، وده يمكن انعكس في تقدير هذه الأطراف للدور المصري في مختلف المجالات. ويمكن لو خصصنا الحديث زي ما حضرتك أشرت كده سواء بالنسبة للزيارة المهمة اللي قام بها ولي العهد السعودي للقاهرة أو لقاء وزير الخارجية مع نظيره الإسباني، هنبدأ بالزيارة اللي قام بها ولي العهد السعودي. أعتقد أنها زيارة مهمة في توقيت استثنائي.
زيارة مهمة لأنه بطبيعة الحال كما تعلم ويدرك الجميع أن مصر والسعودية دولتان كبيرتان في المنطقة طبعا. ولهما ثقل كبير، وتعاونهم والتنسيق بينهم أمر ضروري وواجب، وتفرضه أمور كثيرة جدا، الروابط التي تربط الشعبين والروابط التي تربط القيادتين، وأيضا تنسيق المواقف في تحديات مشتركة. علشان كده يمكن كان ردود الفعل الإيجابية سواء في الرياض أو في القاهرة إزاء هذه الزيارة، وتوقعات كبيرة جدا بأنه هذه العلاقات بتصل إلى أوج يعني وضعها من خلال الإعلان عن مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، ده أعلى درجات الشراكة والتعاون الاستراتيجي ما بين الدولتين، ويمكن تم توقيع عدد من الاتفاقيات لضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر، خصوصا أن مصر النهاردة كما تعلم بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار العربي والاستثمار الأجنبي، وده بينعكس على مسار التنمية في مصر بصورة واضحة. الأمر المهم الحقيقة هو الملفات الإقليمية طبعا. ويمكن كان لابد من تنسيق المواقف، خصوصا أنه زي ما حضرتك شايف في توترات في أنحاء المنطقة بأسرها، يمكن الحدث الأبرز اللي بيفرض نفسه هو استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لأكثر من عام. النهاردة كنا بنتكلم في 7 أكتوبر أنه حيكمل عام، النهاردة بدأنا العام الثاني دون أن يكون هناك رادع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن كان الاتفاق المصري السعودي على أنه التوصل إلى دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية هو العلاج السليم والناجع لهذا التوتر وهذا الصراع المستمر. صحيح. وأيضا حقن الدماء بالنسبة لاستهداف الجنوب اللبناني وانتهاك سيادة لبنان، يعني كان في توافق كبير جدا بين الرئيس السيسي وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في هاتين القضيتين الأساسيتين. بالتأكيد عزيز. أيضا كان في ملفات أخرى سواء ارتبطت بأمن البحر الأحمر، مرتبطة بالسودان، كلها ملفات الحقيقة بتفرض نفسها وتفرض أيضا ضرورة التنسيق بين الدولتين. أكبر جناحين للعمل العربي المشترك والوضع الإقليمي يعني ما فيش شك. طيب نروح لتصريحات خوسيه مانويل الباريس وزير خارجية أسبانيا اللي أشاد بالدور المصري الحقيقة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دكتور حسن، خصوصا الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة. انت عارف يا استاذ شريف انا بعتبر ده هو تاكيد للمؤكد، يعني في كل مره يعني التصريحات اللي بتصدر عن القيادات الغربيه وغيرها هي تؤكد على مصداقيه الدور المصري وعلى فعالية وقوة الدور المصري خصوصا في القضايا الإقليمية فيما يرتبط بالذات بالعدوان الإسرائيلي على القطاع غزة. ويمكن أسبانيا على وجه الخصوص لها أهمية، ليه؟ لأن أسبانيا كما تعلم هي أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يعني صحيح. أحد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية ومثلت دعما معنويا كبيرا لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67. إذن الرؤية مشتركة والرؤية متكاملة ما بين الجهد المصري على مختلف المستويات سياسيا وإغاثيا ودعما للقضية الفلسطينية ودعما للغزيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي والسعي المستمر لحقن الدماء من خلال تقديم أطروحات مختلفة في كل مرة تفسدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لكن كل هذا الجهد بالتأكيد يلقى إشادة أوروبية ويلقى إشادة دولية، لأن الجميع يعلم يا أستاذ شريف أن مصر حين تساند القضية الفلسطينية هي تساندها دون أجندات أو أغراض، هي تساندها لأنها تؤمن بعدالة هذه القضية وتؤمن بأن للفلسطينيين حقا في إقامة دولتهم وأن هذا الحق لابد أن يتحقق يوما ما لإنهاء هذا الصراع الذي استمر سنوات واستعصى على الحل. ولا سبيل لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة إلا بحل جذري للقضية الفلسطينية بكل تأكيد دكتور حسن، زي ما حضرتك تفضلت. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذنا الكريم دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام، هذا الفاصل هنشوف فيه جانب مهم من كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي صرح بيها النهاردة في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وتكلم فيها كلام مهم جدا، هنتوقف بالتحليل أمامه بعد ما نرجع مع حضراتكم. رجعنا لحضراتكم، وزي ما تابعنا تصريح دولة رئيس مجلس الوزراء اللي بيفسر فيه يعني ايه الدولة تكون مستعدة لكل السيناريوهات حتى لو كان هناك ما يسمى اقتصاد الحرب، لانه بعض الناس قلقت الحقيقة من تصريح سابق لدولة الرئيس، لكن النهاردة الراجل وضح انه مرحلة عدم الاستقرار اللي العالم بيعيشها والمنطقة بتعيشها يعني مرشحة في اي وقت لانفجار او لأزمة كبيرة، مش بالضرورة مصر تكون طرف فيها، لكن حضراتكم عارفين التأثيرات الخارجية بيكون وضعها ازاي، وشفنا كورونا وحرب الروسية الأوكرانية والحرب أيضا على غزة. خلونا نروح لكاتبنا الصحفي الكبير الصديق العزيز الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام الموجود معنا عبر الهاتف. أستاذ جميل مساء الخيرات يا فندم.
مساء الخير يا استاذ شريف، ومساء الخير على الساده المشاهدين. يعني استاذن حضرتك تقول لنا كيف قرات كمراقب تصريحات وتفسير الدكتور مصطفى مدبولي لما يسمى اقتصاد الحرب، وازاي الدوله المصريه مستعده بكل السيناريوهات، يعني دون يعني نقول ايه الناس تخوفت شويه فيما سبق. يعني هو بالتاكيد طبعا في بعض الناس تخوفت من تصريحات رئيس الوزراء الاسبوع الماضي، لكن احنا لازم نشوف ان في عوامل طارئه بتحدث على مستوى العالم ما بنكونش احنا مستعدين ليها، وما بيكونش العالم مستعد ليها بشكل كبير. يعني مثلا زي ازمه كورونا اللي ما كانش في دوله متخيله للحظه ان ممكن كل العالم يتوقف عن العمل وعن الانتاج وعن كل شيء، يعني الحياه بتتوقف على مستوى العالم ككل. فكان لازم يكون في احتياطيات ومخزون استراتيجي واضح داخل الدوله من اجل ان هي تقدر ان هي تواجه وتجابه هذه الازمه. شفنا ايضا الازمه الروسيه الاوكرانيه وتاثيراتها السلبيه على حركه التجاره العالميه، وارتفاع في اسعار القمح والذره الصفراء وخلافه، كل ده برضه اثر بشكل كبير على الدول. طبعا في الوقت الحالي احنا في ظروف في غايه الصعوبه في منطقه الشرق الاوسط، في اتساع لدائره الصراع، بالتاكيد مصر لم تكن طرف فيه، وهي بالتاكيد ايضا مستعده لكل السيناريوهات الموضوعه مسبقا. لكن لازم يكون اقتصاد الحرب ده ان الدوله تكون لديها مخزون استراتيجي في كافة السلع الاستهلاكية للمواطنين يعني لأكثر من 6 شهور. هو ده اللي بتسعى إليه الدولة المصرية في الوقت الحالي، وهي بتنفذه بشكل كبير. هو ده اقتصاد الحرب. اقتصاد الحرب بنكون فيه استراتيجية احتياطي لكيفية التعامل مع هذه الأزمة وكيفية مواجهتها في هذا الإطار، من مواد غذائية، من مواد وقود، من على كافة الأصعدة. يعني صحيح. مجلس الوزراء النهاردة كمان دكتور مصطفى يعني شدد ووجه بسرعة تنفيذ ما تم التوافق عليه بالقمة المصرية السعودية، تعاون اقتصادي كبير ليس فقط تنسيق سياسي بصفة الدولتين أكبر بلدين في المنطقة ودورهم مهم. يعني دكتور أستاذ جميل، شايف إزاي هذا التعاون وزيارة سمو الأمير محمد بن سلمان؟ هي طبعا زيارة مهمة والتوقيت في غاية الأهمية. طبعا احنا شايفين الهجمات اللي في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها وتبعاتها على المنطقة ودور المنطقة بشكل كبير، لكن طبعا التعاون الاقتصادي المصري السعودي في هذا طبعا معروف ان السعودية يعني هي من أكبر الدول تعاونا في المجال الاقتصادي مع مصر. لكن على الجانب الاخر هناك مصر اصبحت دوله جاذبه للاستثمار وجاذبه لعمليات التبادل التجاري لما تتميز به في الوقت الحالي من بنيه تحتيه حقيقيه لجذب الاستثمارات الخارجيه. على الجانب الاخر ان هناك استقرار سياسي واستقرار امني داخل الدوله المصريه، وده من الاشياء الهامه جدا اللي هي بتجذب اي استثمار خارجي للدوله في الوقت الحالي. وايضا على الجانب الاخر انها تمتلك قوه الرادع لحمايه الامن القومي المصري، مما يجعل اي مستثمر ان هو يصل يجي الدوله المصريه ويبتدي يستثمر في الدوله المصريه. فطبعا زياده التبادل الاقتصادي بين البلدين في هذا التوقيت بالذات ده تأكيد على قوة الاقتصاد المصري وقوة الوضع المصري، وأيضا من أجل طبعا فتح سوق جديدة أو مجالات جديدة في التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية. هي بالتأكيد زيارة مهمة وزيارة أيضا اقتصادية، وعلى الجانب الآخر السياسية للتوافق في كل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط. هناك تطابق واضح في وجهات النظر، الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة، العمل على حل القضية الفلسطينية بأن يكون هناك دولة فلسطينية على حدود 4 مليون و67، وأن يكون للشعب الفلسطيني حق لتقرير مصيره. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. النهارده أيضا رئيس المجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الوضع الاقتصادي أوضح أن هناك عدد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وده شيء جيد الحقيقة، منها أو على رأسها زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وده أمر بيدعم استقرار سوق النقد الأجنبي وبيزيد الموارد المتاحة من العملة الصعبة، منوها في الوقت نفسه إلى استمرار جهود الدولة في دعم دور القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات. هنطلع فاصل نرجع لحضرتك.
رجعنا لحضراتكم. واحد من الموضوعات المهمة أيضا وسعي الدولة الحثيث الحقيقة لفكرة يعني توفير الأمن الغذائي. النهاردة مصر والمملكة المتحدة بتعززان الشراكة الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتقول أنه ملف الأمن الغذائي يحظى بأهمية قصوى من جانب الحكومة، وأنه الاستفادة من الشراكات الدولية لحشد التمويل والدعم الفني لمختلف القطاعات الداعمة للأمن الغذائي مستمر. كمان وزير الزراعة وإصلاح الأراضي قال أنه تعزيز التعاون مع بريطانيا بهدف تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية. أيضا وزير شؤون الشرق الأوسط في شمال أفريقيا البريطاني قال أن شراكتنا مع مصر تعكس التزامنا المشترك بدعم جهود الأمن الغذائي. ده خلال زيارة الوزير البريطاني إلى مصر. خلونا نتوجه إلى الدكتور أسامة درويش أستاذ الاقتصاد المساعد بقسم الاقتصاد مركز بحوث الصحراء لنسأله عن هذا الموضوع. أولا أرحب به. مساء الخير يا دكتور أسامة، وأهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك ومساء النور على كل الساده المشاهدين. يعني تشرح لنا ازاي ممكن الاستفاده من الخبرات البريطانيه لتحقيق الامن الغذائي بشكل مستدام؟ ايه اللي ممكن تقدمه او يقدمه هذا التعاون الاستراتيجي؟ تمام. اولا قبل ما نتكلم في مذكره التفاهم بين مصر والمملكه المتحده، يعني في نقطتين بس بحب انوه بيهم. النقطة الأولى بتتمثل في أهمية القطاع الزراعي في مصر. القطاع الزراعي في مصر بيمثل الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي، وبيساهم بنصيب كبير في التنمية الشاملة والنضج المجتمعي، لأن طبعا الزراعة بيرتبط بيها أكثر من نصف سكان مصر، سواء إنتاج أو تسويق أو تصنيع. طبعا بالإضافة للقوى العاملة الزراعية، وبالتالي قطاع الزراعة بيقع عليه عبء كبير في تمويل القطاعات الأخرى سواء الإنتاجية أو الخدمية. النقطة الثانية حضرتك قبل برضو من ندخل في مذكرة التفاهم بين مصر والمملكة المتحدة، عايز أنوه لي أهمية العلاقات المصرية أصلا بين مصر وأوروبا. العلاقات المصرية بين مصر وأوروبا علاقات تاريخية، وخاصة أن في عدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي دول زراعية بالدرجة الأولى زي هولندا وزي الدنمارك، وفي دول أخرى يعني بيلعب فيها المكون الزراعي نسبة كبيرة يعني في الميزان التجاري زي فرنسا وزي المملكة المتحدة. وطبعا بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي نسبة كبيرة من التجارة لا تقل عن 45% بين مصر وما بين دول الاتحاد الأوروبي. وخاصة المملكة المتحدة تقريبا وصلت ل 3 مليار دولار التبادل التجاري ما بين مصر والمملكه المتحده. بالنسبه لمذكره التفاهم ما بين مصر والمملكه المتحده، المذكره بتاتي في ضوء العلاقات الثنائيه ما بين مصر والمملكه المتحده، وده لتعزيز الشراكه الاستراتيجيه خاصه في مجال الامن الغذائي. صحيح. وده بيتمثل في عدة نقاط، أهمها طبعا ملف الأمن الغذائي، ده اللي بيحظى بأهمية كبيرة من جانب الحكومة المصرية، والاستفادة من الشراكات الدولية لحشد التمويل والدعم الفني لمختلف القطاعات الداعمة للأمن الغذائي. أيضا بيأتي من خلال تعزيز التعاون مع بريطانيا لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية. والشراكة بين مصر والمملكة المتحدة دي طبعا بتعكس الالتزام المشترك بين البلدين ودعم جهود الأمن الغذائي في إطار العلاقات التاريخية ما بين البلدين. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح وهذه الرؤية. دكتور أسامة درويش أستاذ الاقتصاد المساعد بقسم بحوث الاقتصاد أو بقسم الاقتصاد بمركز بحوث الصحراء. بكون وصلت وحضراتكم بختام فقرتنا الإخبارية. بعد الفاصل زي ما وعدناكم زميلتي العزيزة شيرين الشاي.